لما تعرف ان الفنان صابر الرباعي هو تاني اغنى فنان في الوطن العربي، فلازم تتأكد ان التقرير اللي هكشف لك عنه واللي بيشمل اهم 10 او اغنى 10 نجوم في الوطن العربي فيه مفاجآت كتير جدا. مين هما النجوم دول وثرواتهم كام؟ تعال اقول لك عنهم. تعال اقول لك. كشفت احدى المجلات الفرنسية في تقرير صادر ليها عن اغنى 10 نجوم في الوطن العربي. التقرير جه في بعض المعلومات اللي كانت مفاجأة بالنسبة لعدد كبير جدا جوه الوسط الفني وخارجه، لان في بعض الاسماء كنت فاكرهم ان هم مش اغنياء طلعوا اغنياء، وفي فنانين كنت فاكرهم ان هم اغنى من فنانين تاني طلعوا افقر منهم. يعني هتستغرب لما تعرف ان المرتبة العاشرة كان فيها الفنان محمد رمضان بثروة بلغت 7 مليون دولار. في المرتبة التاسعة كان تامر حسني ب10 مليون دولار، بعديه كاظم الساهر في المرتبة الثامنة ب15 مليون دولار، وفي المرتبة السابعة وائل كفوري ب16 مليون دولار. يعني وائل كفوري أغنى من كاظم الساهر، بينحط برضو كويس وائل كفوري أفراح وحفلات وحاجات كده. يعني في المرتبة الستة أبو وديع حبيب قلبي جورج صوف ب25 مليون دولار. هتتفاجئ بقى، وتعالى ندخل على ليفل الوحش واهم 5 او اغنى 5 نجوم في الوطن العربي اسمائهم ايه، ثرواتهم اللي عدت اقل واحد فيهم نص مليار. تعالى اقول لك عليهم. تعالى اقول لك. قائمة أغنى 5 نجوم في الوطن العربي، في المرتبة الخامسة الفنانة الإماراتية أحلام بثروة بلغت 27 مليون دولار، ودي ثروة أحلام فقط، ملناش علاقة بثروة زوجها. وفي المرتبة الرابعة راغب علامة بثروة بلغت 30 مليون دولار. ونقف هنا، راغب علامة أغنى من أحلام، يعني أحلام اللي كانت زل أنفسنا وأبدلنا في أرب أيدل بمجاراتها وطيراتها وقصورها، وفي ناس كتير جدا قالت ده هي اللي مشت راغب علامة من البرنامج عشان هي يعني غنية ومعاها فلوس، طلع راغب أصلا أغنى منها. فتعال نكمل. في المرتبة الثالثة عمرو دياب الهضبة بثروة بلغت 47 مليون دولار. أما المرتبة الثانية وده الاسم اللي كان مفاجأة، وهو صابر الرباعي المطرب التونسي بثروة امسك بقى عليك 76 مليون دولار. المرتبة الأولى كانت يعني تربع عليها الزعيم عادل إمام بثروة قدرت ب 100 مليون دولار. ده الأموال السائلة اللي موجودة في البنوك، ملناش علاقة خالص بالأصول، سواء كان بقى مقتنيات مجوهرات عقارات وإلى آخره. في أسماء من الممكن أنها تكون في القائمة ديت، أو يعني ممكن يتم تبديلها أو غيره، زي مثلا هيفاء وهبي من النجمات اللي معهم يعني أكيد ثروات كبيرة. التقرير مبني على بعض المعلومات اللي يعني وصلت ليها المجلة الفرنسية ديت، وبناء عليه كتبت تقريرها. ربنا يعطينا وإياكم، وربنا يبارك لكل النجوم في ثرواتهم. أشوفكم على خير.